كما كتعرفوا هذا اللقاء المنظم في اطار الاحتفالات واللقاءات اللي كنظموها في اطار رباط عاصمه الثقافه الافريقيه. اليوم كيهم يعني التراث الباتريمون سوباكواتيك، هذا الموضوع اللي كنعتبره مهم جدا، لانه في اطار الاستثمار الاستثمارات اللي كتصرف المملكه المغربيه في المجال ديال التراث المادي وغير المادي، الا باش نزيدوا يعني نقويوا المجال ديال يعني التعرف على التاريخ ديالنا وعلى المآثر ديالنا. كان لابد ان يكون يعني ندوه في هذا المجال باش يكون هناك يعني تبادل تجارب على الصعيد القاري وعلى الصعيد الدولي، والاستفاده من الباحثين في هذا المجال، الباحثين المغاربه في هذا المجال، اولا يتقاسموا التجربه ديالهم اللي هي غنيه، لان مجموعه ديال لي سيت اللي تم الاستثمار فيهم، نقدروا نتكلموا على بالطبع على سلا، على الداخله، على الحسيمه، نقدروا نتكلموا على ليكسيس في العريش. اذا جميع هاد لي سيت اللي هما غنيين بهذا بالتراث، يعني في هذا المجال ديال التراث السوباكواتيك، الباتريمون السوباكواتيك، كيعرفوا التطور في اطار يعني نشأ اليوم مركز وطني في الابحاث في هذا المجال، كيخلي المغرب اليوم كيولي يعني دوله اساسيه على الصعيد الافريقي، وعندها تجربه جد محترمه اللي كتبادلها اليوم، كتبادل يعني التجارب ديالها على الصعيد الدولي. وشكرا لك. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.